لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد. إذن يجي بهذا الأمر سلوكيات. أيضا وزيرة التضامن، هذه وزيرة التضامن من المفروض على رئيس الحكومة وما أن يتخذ ضدها إجراء. تجي هذه الوزيرة تتقدم، القانون يفرض عليها أن تأخذ ورقة لا وأن تأخذ ورقة نعم، وبعد ذلك عندما تدخل هناك وعلاش داروا لها البلاصة السرية هذه باش ما تظهرش واش درت. هي جات ومدتش ورقة لا قدام الجمهور، نوع من هكذا التكبر. من أنت حتى تتعاملي؟ هذه ورقة لا طرحت على الجزائريين وملايين الجزائريين رافضين هذا الشيء، ويجب أن تحترميهم. هذه قلة احترام أول حاجة للدولة، ثاني حاجة قلة احترام إلى هذا الدستور الذي أنزله الرئيس للرئيس شخصيا. عاد قلة احترام أنه هو نزل لك دستور فيه ورقة نعم وفيه ورقة لا، أنت تحتقري ورقة نعم. وهذه مبالغة أيضا في الشتاء، نعم أقولها بكل وضوح، هذه مبالغة في الشتاء، تبالغون في الشتاء مع بهذه السلوكيات. كفانا مثل هذه السلوكيات البوتفليقية اللي ثار ضدها الشعب تعاودوا فيها. أمر آخر وهو كارثي، الجزائريون ملوا من حكاية الرسائل، بوتفليقة. يجي تصريحات الرئيس بخير وفي صحة جيدة كذا كذا وهو لم يظهر، وبعد ذلك تجي رسالة يقراها مستشاره حول أول نوفمبر. متى كتب الرئيس هذه الرسالة؟ الرئيس إذا كان كان لبس عليه، معناها كان حاط نفسه هو اللي راح يوجه هذه الرسالة. قال علاش لاجئين الرئيس مريض؟ لستم في حاجة أن تجيبوا رسالة إما كتبتوها باسم الرئيس أو شيء من هذا القبيل وتقروها للجزائريين اللي مازال الجرح نتاعهم عميق بسبب سياسة بوتفليقة. إذن أنتم بهذه السياسات يا جماعة الخير، أن بهذه السياسات، والله أنا لا أتحدث كمعارض ولا نعارض ولا، أنا أتحدث وقلبي على الجزائر وحبيت الجزائر تمشي في المسار اللي تم رسمه العام الماضي في حياة القيد صالح، يستمر في الطريق حتى تنجو الجزائر. أنتم بهذه الطريقة تعطون لخصومكم وخصوم الجزائر الورقة البيضاء باش يواصلوا محاولاتهم لزرع الفتنة في الجزائر. أنت جاء الرئيس مريض، إيه نهار الأول قلت الرئيس دخل في طوعي، وبعد غردت على تويتر باسمه، كتبتم تغريدة باسمه والرئيس في وضع صحي سيء، وبعد ذلك نقلته ليلا إلى عين النعجة، وجدوه في وضع خطير، أطباء خافوا يتحملوا مسؤوليته، عجلتم به إلى ألمانيا، والآن هو في غيبوبة سواء كانت اصطناعية أو غيبوبة حقيقية. هو لما راح في غيبوبة خلاص حبس له الأكسجين في صدره ما كانت. الراجل عنده مرض، عنده أمراض، رجل كبير في السن 75 سنة، الرجل مدخن بشراهة، الرجل عنده سكري، يأكل يشرب في الكومبريمي، وبعد ذلك تديروا هالسيناريو هذا كل وفي الوقت نفسه تصرون على تمرير الانتخابات الاستفتاء. وش حابين؟ حابين الآن تجيبوا دستور هيا تقولوا نسبة المشاركة فيه كذا، هي واضحة نسبة المشاركة، وتقولوا براهم قالوا الجزائريين. يا سيدي حتى وكان يكونوا 50% نسبة المشاركة، هل ممكن أن دولة يحكمها دستور أعوج وأعرج ومخلط بهذه الطريقة؟ نحن من المفروض أن نبدينا في مسار، المفروض أهم حاجة أنك تخلق الجو. لا أدري كيف يفكرون، قبل ما تجي تعمل دستور أخلق له الجو اللي راح يكون مناسب، اكسب ثقة الجزائريين. الجزائريين خايفين من كورونا وخايفين من البلاوي، وكل واحد يفكر صار حتى يفكر يجيب شهريته من البوسطة، وانت نازل له بدستور معناها انك تريد اما الاحتيال على الجزائريين، تحب تروح اقلية فقط باش تفوت الدستور اللي تريده، او انك تخبط ما يهمكش، مع لا قيمة لصوت الجزائر. اخواني الكرام، احنا رانا نتكلم كمحللين، بعض الناس تعلق كأنني أعارض. يا أخي أنا لست معارض سياسي، أنا محلل سياسي، أنا كاتب، أنا خبير بهذا الشأن وأعرف الوضع في الجزائر من داخله. في الوقت انتع رئيس الجمهورية لم يدشن المسجد، ورئيس الجمهورية
راهو فيه وضع صحي، الله يشفيه. وعندما نقول هذا الكلام يا جماعة الخير، والله يشهد ربي أني أتمنى له الشفاء العاجل، وأتمنى أن يعود في صحة جيدة. وإن كانوا الخبراء الطبيين الذين تحدثنا كل قالوا من المستحيل أن واحد يضرب فيروس كورونا ويرقدوا للدرجة هذه ويدخلوا في غيبوبة ويصير بأجهزة تنفس صناعية يعود إلى وضعه الطبيعي. قال لك من المستحيل، رح يبقى يعاني خاصة إذا كان كبير السن. الرئيس 75 سنة. إذا وعلاش مستعجلين الآن؟ هناك أولويات أخرى. كانت هناك فرصة تاريخية، فرصة تاريخية بمعنى الكلمة أمام السلطات لو قامت بتأجيل هذا الاستفتاء. كما درت وكالة لزوجته، كما درت لك وكالة لزوجته، كنت تجيب مرسوم أي تأجيل الانتخابات الاستفتاء بسبب وضع صحي للرئيس. يا جماعة والله لا أدري كيف يفكر هذا النظام، كأنهم الرئيس لا يمرض. يا القايد صالح كان أقوى رجل في السلطة ومرض وما تديته دفنته. والمعلومات اللي عندي تقول باللي راهو رفض يعالج في الخارج، ما حبش، قالوا له انتقص قالهم الروح حتى توفى الله يرحمه. أين المشكلة؟ نحن بشر. الرئيس يمرض والوزير يمرض والغفير يمرض والناس كلها تمرض، وهناك من يشفى وهناك من يموت، وهناك اللي ما يمرضش أصلا، وهناك اللي ما يمرضش أصلا أن فجأة يموت بسكتة قلبية، أزمة كذا، جلطة دماغية. خليت الجزائر عرضة لعشية الاستفتاء، خليت الجزائر عرضة لمختلف الإشاعات المغرضة، حولتوها كل من هب ودب اللي يجي آية يكتب عندي خبر على الرئيس كي تقول له ها هو بيان رئاسة الجمهورية، يقول لك لا رئاسة الجمهورية ما نصدقهاش. البارح قالوا الرئيس 5 أيام فقط وراه في وضع وراه يتابع، بعد راه في عناج، بعد في ألمانيا. هل يعقل أنه شخص تنقله إلى الخارج وتزيد يقول من أجل إجراء كشوفات ومعمقة أو فحوصات معمقة؟ مش الفحوصات المعمقة هذه، شوف المصطلحات اللي جاوا بها، كشف حظر صحي طوعي، يعني هو وحده قال لهم يا جماعه انا حبيت ندخل لانه اكتشاف مرضى، واللحظه هذه لم يكشفوا من هم هؤلاء المرضى في رئاسه الجمهوريه. وانا اقولها لكم، اكثر من 10 مسؤولين في رئاسه الجمهوريه مصابين بكورونا، وهناك قيادات عسكريه مصابه بكورونا، وهناك مسؤولين في الحكومه مصابين بكورونا، وهناك اللي موجود في عين النعجه باجهزه التنفس. هذا كل خفاوه يخفيه. وين هي الشفافية؟ وين هي الشفافية مع الجزائريين؟ من هي الشفافية مع مرحلة جديدة؟ أين المشكلة؟ مرض الرئيس راه مرض، الرئيس دخل في غيبوبة راه دخل، الرئيس انقلناه من أجل العلاج ما فطنش، لأنهم كانوا يخططون فقط من أجل تمرير هذا الاستفتاء. وأنا حكيت لكم بأنهم عقدوا اجتماع في رئاسة الجمهورية في وزارة الدفاع وتناولوا هذا الموضوع، وشنقريحة طلب من رئاسة الجمهورية، بل أمر رئاسة الجمهورية أنه ما يعود يخرج أي بيان يتعلق بصحة الرئيس إلا يمر على مصالح وزارة الدفاع. بعد ما صارت مهزلة، أي شنقري حبيبي بصفته واش حتى يطلب رئاسة الجمهورية أنه ما تنشرش؟ رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، ما هو وزير الدفاع مثلاً؟ لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.